شارع فؤاد واحد من أقدم الشوارع والطرق في العالم، عمره أكتر من 2300 سنة، ويمكن عشان كده هو واحد من أعرق شوارع الأسكندرية على الإطلاق. اتغير اسم الشارع أكتر من مرة، كان اسمه الطريق الكانوبي نسبة للأعمدة البطلمية اللي كانت مصفوفة على جنبين الشارع، وبعد الفتح الإسلامي بقى اسمه طريق رشيد. وفي العصور الحديثة أخذ اسم شارع فؤاد نسبة طبعاً إلى الملك فؤاد، وتغير بعد ثورة 23 يوليو لطريق الحرية، لكن فضل محتفظ باسم شارع فؤاد عند الناس كلها لحد النهاردة. مسيو خميس، ليه بيقولوا لك مسيو خميس؟ والله حضرتك بصي، هو نوع من الاحترام مع الناس مع بعضيها، مسيو أستاذ مستر. حتى هنا في المحل عندي كان زمان الاستاف يقول لي أفندي. أفندي جاية من الباشا والبي والأفندي. أيوه، فكلمة تركية هي. لكن مسيو عشان مثلا أجانب كتير. كان كتير جدا الأجانب هنا في اسكندرية، كانوا زباين عندي، فكان كتر خيرهم كانوا لك مسيو، نوع من الأدب يعني. أيوه، لكن المحل مكتوب عليه إنه اتفتح سنة 57، مع إن الزراعة وتجارة أهل حضرتك من أقدم من كده. 1880 تقريبا، 1890. أيوة. مين أول واحد ابتدى ده؟ جدي. خميس برضه. ده خميس. خميس برضه. وابتداها ليه؟ سبحان الله، هو أول من زرع الخضار اللي دلوقتي بيجيبوه من السوبر ماركت بالسلوفان. كان بيزرعه بكميات مهولة. ده كان سابق عصره بقى. طبعا. وكان لازم يزرع ده عشان الأجانب في اسكندرية. إن الجنازة بتاكل سوتيه دايما. والد حضرتك طور عن والده. اه طبعا. صح؟ ايه التطوير اللي هو عمله في البيزنس واللي حضرتك عملته بعد كده لما مسكت البيزنس؟ والد حضرتي زرع الحاجات اللي هي دلوقتي موضه. زرعها في الخمسينات والستينات، اللي هو التيوليبس، لزيريس، لزانيمون، لرونكيل. ده كنتوا بتزرعوه هنا؟ بنزرعوه عن طريق واحد تولياني اسمه فرانشيسكو داندولفي، كان هو تاجر يجيب أبصال من هولندا. كنتوا بتجيبوا الأبصال؟ هو اللي كان بيجيبها التاجر ده، فرانشيسكو داندولفي. دلوقتي ولاده كلهم في روما، في الماركاتو دي فيوري في روما برضو. وهم فعلا في الماركاتو دي فيوري. وبيتكلموا عربي واسكندراني احسن مني. انا قابلت على فكره في الماركاتو دي فيوري ده سوق كده مخصص للفواكه والورد في روما. قابلت الجماعه اللي هم التلاينا المصريين دول، كتير جدا جدا في الحته دي. وبيتكلموا زينا بالظبط، زي بقى اسكندرانيه بس بيقولوا ايوب. وفول وفلافل وكله وملوخيه. فحضرتك الايرس والزهور اللي زي دي بتزرعوها هنا؟ لا، ده بابايا دخل بيها في اخر الخمسينات بالستينات. انا في السبعينات كنت خلاص بقى خلصت الكليه وفاضي، وادارتي بقت اداره كامله بقى. ابتديت ادخل اكتر النباتات. زي ايه النباتات؟ لا، كل النباتات اللي شفاها لي كلها اللهم لك الحمد كنت انا سبب فيها. ايوه، انواع الديفنباخيا، فوجير، تريس دراسينا. قصدي حضرتك اللي هي الورد اللي بيطلع كانه نبات مزهر، بلانت فور ديكوراسيون بتاع البيت. انما الورد بيبقى مزهر ده اسمه كات فلاورز، اللي هو التيوليبس، الجلاديولاس، الليليز. ده حوالي 100 صنف. حضرتك شايف ان جو مصر مناخها كويس ان احنا نجيب البذور والابصال من بره ونزرع الورد ده هنا؟ بص حضرتك، سبحان الله، مصر ربنا كرمها باربعه سيزون، ومصر كرمها بالنيل وكرمها بارض. فاحنا عندنا في بلدنا الحمد لله نقدر نزرع كل حاجه، وعندنا الفلاح المصري من اوعى ما يكون، بسم الله ما شاء الله، يعني يعرف يلقط كويس ويعرف يزرع كويس. ايه الفرق بين المواسم دلوقتي والمواسم زمان؟ طيب تسمحيني ارجع ورا شويه. ارجوك. بس ستي، مهنه الزهور بدات في الاسكندريه مع اثنين فرنسيين اسمهم تيرال وروبور، بنفسه بعض. وكانوا بيقفلوا يوم ثلاث شهور في السنه، اللي هو اند اوف جون، ويفتحوا بريمير دي سبتمبر. يروحوا باريس يتفسحوا ينبسطوا، يقفلوا في اغسطس ويوليو. لانه كانوا ماسكين البشوات والبكوات اللي بيبيعوا لهم ورد. فدول كانوا بيسافروا في السيزون. دول اول ما دخل مهنه الزهور وترتيبها هنا. وكان في القاهره عندكم مدام زاهيه راتب جنب سميره ميس، وكان في مي فلاور في الزمالك سنه 46 فتح، وفي لابيل جاردينير في شارع قصر النيل. هنا كان في محل فلوريل اللي هو يبقى خال امي، فتح سنة 46، احنا 57 يعني بعد ابن خال ام حضرتك؟ خال امي على طول. يعني انت من اب وام في لغيست كلهم بتوع ورد. ايه اللذاذه دي؟ قلت لفاميليا. فاحنا في لغيست على طول. مسيو خميس، كنت بتقول لي على الموضات اللي عدت على الورد من اول الخمسينات مثلا.
لا نقوله من اول الاربعينات. اوكي. الاول الاربعينات كان موضه مثلا الكله والزيزينيا والحاجات اللي الفلير مثلا فلير دي شو، عارف حاجات الربيع. وكان في الورد البلدي. البلدي ده على طول موجود طبعا. بعد كده في الستينات ابتدى يخش الليليوم على خفيف. اول ما دخلت ليليوم كان صنف اسمه تايجر، ليليوم تايجر اللي هو ده الليليوم. الليليوم دلوقتي في اصفر وروز، التايجر بيبقى كذا لون في بعض، جلد النمر. ليليوم تجران، ليليوم تجران. اوكي. وابتدى يخش التوليب. في السبعينات دخل الكريزانتيم. الكريزانتيم دخل لغايه دلوقتي. نتكلم مثلا على الثمانينات. ايوه. ايه بقى الثمانينات؟ الدنيا ثبتت على ما هو عليه في السبعينات. اوكي. بتاعت السبعينات نفس الورد ماشي. في الألفين بقى ابتدى يخش علينا ورد مستورد، انواع بقى، ورد جميل جدا زائد المزارع اللي عندنا. طيب انا عايزه بقى اختم حديثنا ده بالاستمراريه. حضرتك ولادك بيشتغلوا في نفس المجال صح؟ مش متعلمين ايه؟ الاثنين بكالوريوس زراعه جامعه اسكندريه، والثالث بيزنس اللي ماشي. الثالث بيزنس اكاديمي بس اشتغل في الديكور بتاع الافراح. يعني في نفس البيزنس بقى. بس هو عنده يعني عنده كليانت الشيك، يعني عارفه ازاي؟ بيشتغل مع كليانت اللي بيبقى فاهم. مش مبسوط في شغله. الحمد لله. وعندكم ويب سايت متطور جدا. تقدر تطلب منه الحاجات. يعني ولادك ساعدوك انك تواكب العصر الماركت ده. احساسك بايه وانت حاسس ان ولادك استمراريه لوالدك وجدك؟ انا ولادي كان ممكن يشتغلوا بحاجات تانيه بلاس الفلاورز، وكان يبقوا حاجات كبيره قوي ماليا، بس احنا فضلنا المهنه دي عشان مكسوفين من اجدادنا. يعني بنروح المناره بعد عمر طويل، جدي يقول لي سبت المهنه ورحت مش عارف ايه، فانا مكسوف من كده، عارف ازاي؟ رغم ان انا في اللهم لك الحمد فكر التجاري، ممكن اكون قد الورد 100 مره ماليا لو في حاجه تانية، بس بحب الورد، انا عشت للورد. مسيو خميس احنا اتبسطنا جدا بالحديث مع حضرتك، والحديث يطول ومتشعب عن التاريخ وعن المعمار وعن الاجانب وعن الورد وعن الخضار وعن كل حاجه في الدنيا. بس احنا بقى عايزين ان حضرتك تفتكر زيارتنا دي. معانا فنان زميلنا بيعمل بورتريه لكل الضيوف بتاعتنا، وهنديه لحضرتك وتفتكرنا بيه. طبعا ده حاجه فخر يعني، كتر خيركم. ميرسي، وميرسي على البوكيه بتاعي، وميرسي على كل حاجه. في اسكندريه المحروسه بين حر صيف او لسعه برد، هتلاقي مسيو خميس قاعد من بدري جوه محل الورد. ياسمين ونرجس وبنفسج، وكل ورد وليه زبونه، والبلدي بيبان من شكله وتعرفه بريحته ولونه. جاردينيا، لوتس وفلورا، بلسان وتيوليب وكاميليا. الورد ياما قاسمنا حاجات وذكريات حلوة وغالية.